الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين عبر قناة الرياضة في تلفزيون دولة الكويت. الشكر موصول أيضا إلى الزميل أحمد علوش وضيوف الكرام الدكتور مشعل رمضان والمدرب الوطني القدير جاسم الطرار في لقاء بين نادي الكويت ونادي برقان في قسم الثاني بقيادة الحكم الدكتور أحمد العنزان الدولي وأيضا معاونه الحكم الثاني. والإرسال لدى نادي برقان بتصدر أيضا نادي الكويت بفارق مريح عن المركز الثاني في انطلاقه. إرسال برقان حداد بوفتين عبد الله جاسم ونقطة أولى لصالح نادي الكويت عن طريق عبد الله جاسم بداية. وكان الإرسال عن طريق علي مرهون. عبد الله بوفتين المعد لدى نادي الكويت ومعد المنتخب الوطني. عبد الله بالإرسال استقبال مرهون عداد الملا أرتم في حواط الصد عدد مروخة من سبيدة الضرب في حواط الصد ولكن إلى الخارج عن طريق سبيدة. برافو عن طريق الروسي أرتم. ظهر البسام على الإرسال لاعب مركز ثلاثة ولكن في الشباك يا ظهري. نقطة أخرى لنادي الكويت بلقاء بعد التوقف كان إعداد للمنتخب للمشاركة في البطولة المصاحبة التي تم إلقاها عن طريق اللجان الأولمبية. إرسال عبد الله جاسم إدخال الكرة المرهون استقبال غير موفق. الإعداد عبد الهادي بإدخال الكرة أبو فتين في الاستقبال عبد الله في الإعداد سبيدة سبيدة. نقطة نقطة للكويت في حواط الصد عن طريق الكوبي سبيدة. تقدم الكويت بثلاث نقاط مقابل نقطة لبرقان. والإرسال لدى القائد عبد الله جاسم إرسال إدخال الكرة المرهون في الاستقبال الأعداد الملا الضرب من عبد الهادي ولكن عبد الله جاسم موجود. الأعداد والضرب قوي من العتيبي عادت من الهولي مرة أخرى. أرتم الضرب في حواط الصد عادت مرة أخرى بالأعداد بوفتين. عبد الله في مركز ستة خلف حواط الصد عودة في الاستقبال عن طريق والأعداد. برافو لأرتم في حواط الصد ولكن سبيدة إلى الخارج. نقطة نقطة لصالح لصالح برقان. برافو الملا على إرسال المعد لدى برقان. الملا على إرسال عبد الله الملا إرسال إدخال الكرة استقبال العتيبي إعداد بوفتين. العتيبي في مركز أربعة أرتم في الاستقبال الإعداد مرة أخرى من الملا إدخال الكرة بالجمال والإبداع عن طريق أرتم. عبد الله في مركز ستة عادت مرة أخرى بالإعداد أرتم ولكن عبد الله جاسم بالإعداد أبو فتين والضرب من سبيدة. نقطة في ملعب برقان. برافو بداية جيدة لدى برقان ولدى المتصدر نادي الكويت. برافو نقطة. إرسال محمد عبد العزيز في إدخال الكرة لاستقبال المولى بالأعداد والدخول السريع. برافو العنزي برافو الأعداد عن طريق الملا. برافو برقان في هذا الأعداد في هذا الاستقبال. برقان يؤدي أمانة في الدوري الممتاز يؤدي مباريات جميلة هذا الفريق. أرتيم الروسي إرسال روسي
ادخال الكره عبد الله جاسم الاستقبال الاعداد مفتين سبيدا ولكن الروسي موجود مقابله لكن ادخال الكره عن طريق عبد الهادي عبد الله جاسم ابو فتين سبيدا بوم بوم يا سبيدا برافو برافو للاعداد الجميل هنا الاعداد ولا اروع وارتقاء جميل جدا لسبيدا برافو سبيدا الكوبي على الارسال سبيدا ارسال قويه استقبال مرهون الاعداد المرهون ولكن هنا حكم اللقاء الدكتور العنازان احمد العنازان وكره دبل على الاعداد عن طريق عبد الهادي قرار سليم لحكم اللقاء سبيدا الكوبي سبيدا ارسال كوبي قوية استقبال ولكن بعيدة للخارج عن طريق الهولي حلوة هنا الايس لدى كوبا لدى سبيدا القوة لهذا اللاعب ارسال سبيدا قوية اس 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 سبيدا برافو وهنا الوقت المستقطع الفردي الاول بتقدم الكويت في 8 برجان 3 استراحة وسنعود بعد ذلك عودة للقاء وإلى مجريات الشوط الأول وتقدم الكويت بثمانية برجان ثلاثة والإرسال لدى سبيدا سبيدا على الإرسال إرسال سبيدا قوية استقبال الهولي العديد الملا حسين ولكن في العصا الهوائية في العصا الهوائية ونقطة لصالح الكويت هنا الإعداد والارتقاء ولكن في العصا الهوائية الجانبية إرسال سبيدا الضرب ولكن في الشباك عن طريق الكوبي 9 الكويت 4 برجان الإرسال فهد العنزي السنتر لاعب مركز ثلاثة لدى نادي برجان الذي يعاني من غيابات أيضا لدى الفريق إرسال استقبال عبد الله جاسم إدخال الكرة مرة أخرى بالإعداد لعبد الله سبيدا للخلف بالإدخال حسين عبد الهادي بالإعداد التحضير أرتيم الروسي في حواط الصدوة للخارج برافو اللمس كان موجود عن طريق عامر السليم فهد العنزي على إرسال فهد إدخال الكرة استقبال ولكن إلى خارج الملعب إلى الخارج عن طريق فهد نقطة لصالح الكويت وتقدم الكويت 10 برجان 5 العتيبي عبد الرحمن على الإرسال ولكن في الشباك عن طريق العتيبي ونقطة لصالح برجان حسين عبد الهادي على الإرسال أمانة المميز لدى برجان خلال هذا الموسم إرسال عبد الهادي إدخال الكرة سفر بالاستقبال أبو فتين في الأعداد سبيدة من الخلف يا سبيدة
من الخلف ونقطة في ملعب بورغان، نقطة أخرى لصالح الكويت الذي يؤدي مباراة في تركيز عالي. الخبرة الميدانية عامر السليم على الإرسال، إرسال عامر، إدخال الكرة لاستقبال المرهون الأعداد الملا، المرهون خلف حواط الصد، عادت مرة أخرى ولكن عدم التركيز، عدم التركيز من محمد عبد العزيز، وكان عبد الله جاسم موجود في التغطية واللمس كان مخادعا في هذه اللقطة. المرهون على الإرسال علي، إرسال إدخال الكرة استقبال عبد الله جاسم، الإعداد من بوفتين، عبد الله والضرب في حواط الصد وإلى الخارج، اللمس كان موجود عن طريق حواط الصد عن طريق اللاعب ضاري البسام. نقطة والإرسال لدى المعد المميز، المعد الأنيق أمانة، معد المنتخب الوطني عبد الله بوفتين، إبداع لهذا اللاعب، إرسال إدخال الكرة، الاستقبال، الإعداد من الملا خلف حواط الصد بالجمال، بالجمال والإبداع عن طريق أرتم، بالذكاء، بالذكاء لهذا اللاعب الروسي، اللاعب الشاب، اللاعب الذي يمتاز أيضا بطول قامة، لاعب مترين وثلاثة تبارك الرحمن لهذا اللاعب. إرسال ضاري، إدخال الكرة، استقبال والإعداد، ولكن بالإدخال عبد الله جاسم مرة أخرى تعود، الإعداد والضرب قوي من أرتيم، ولكن الكوبي سبيدة موجود في حواط الصد ونقطة لصالح الكويت. خروج أيضا العتيبي ونزول حمد عماد، وهو اللاعب أيضا في مركز أربعة، شاب شاب هذا اللاعب. عبد الله جاسم في إدخال الكرة، أرتيم، كهربا كهربا، عبد الله جاسم الخبرة الميدانية لدى العميد، وهنا تدخل أيضا مدرب بورغان جوليان بوقت مستقطع أول لصالح بورغان. استراحة ونعود بعد ذلك. والإرسال لدى العميد، لدى عبد الله جاسم الخبرة الميدانية، إرسال عبد الله، إدخال الكرة لاستقبال من المرهون، ولكن إلى الخلف الإعداد من الملا، أرتم بإدخال الكرة ولكن مخادعة واللمس للشباك عن طريق محمد عبد العزيز، عادت الكرة من الشباك ولكن اللمس كان موجود وصابرة الحكم أحمد العنيزان حاضرة. ايضا يعاونه عبد الله العسك كحكم ثاني. الملا على الارسال، المعد لدى بورغان عبد الله الملا، ايضا معد مميز، ارسال عبد الله، ادخال الكره، الاعداد، التحضير، الدخول السريع، برافو برافو محمد عبد العزيز في هذا الدخول بهذا الجمال أيضا والارتقاء والضرب القوي لهذا اللاعب. هو محمد عبد العزيز المنتقل من الجهراء إلى العميد، إدخال الكرة محمد، استقبال المرهون، الإعداد من الملا، الضرب من عبد الهادي، برافو إحسان عبد الهادي، ارتقاء جميل في مركز أربعة والضرب القوي، ولكن حواط الصد وكرة نازلة في ملعب العميد.
أرتم على الإرسال الروسي، إرسال إدخال الكرة استقبال، ولكن إرسال روسي إلى الخارج عن طريق جاسم الصباغة. نقطة لصالح برغان، 15 الكويت 11 برغان. أرتم على الإرسال، إرسال إدخال كرة استقبال، حمد العداد من الملة، ضرب من سبيدة، القوة من هذا الكوبي والضرب القوي، ونقطة لصالح الكويت، 16 الكويت 11 برغان. وقت مستقطع فني ثاني في الشوط أول، استراحة وسنعود مع لقطات جميلة عن طريق مخرج هذا اللقاء الفيلي. اللقاء وإلى تقدم الكويت 11 برغان، تقدم الكويت 16 برغان 11. إرسال سبيدة قوية ولكن في الشباك، في الشباك، ونقطة لصالح برغان، 12 برغان 16 الكويت. برغان يتقدم بهدوء، إرسال العنزي على إرسال فهد العنزي، إرسال إدخال الكرة الاستقبال، غير موفق الأعداد بلفتين، ولكن إلى خارج الملعب، ومطالبة بلمس، ولكن قرار الحكم الدولي أحمد العنزان بعدم وجود لمس بهذه الكرة، قرار سليم. فهد العنزي على الإرسال، إرسال فهد، ولكن في الشباك يا فهد، نقطة الكويت 17 برغان 13. هنا التغيير وعودة عبد الله جاسم، خروج عم حمد عماد، ودخول أيضا العتيبي على الإرسال، عبد الرحمن العتيبي على الإرسال، إدخال الكرة الاستقبال من أرتم، الإعداد من الملة، ولكن عامر السليم في حواط الصد، وكرة نازلة عن طريق الخبير، الخبير عامر، وحواط صد أيضا مميزة لهذا اللاعب. إرسال العتيبي، استقبال غير موفق من المرهون، الإعداد، ولكن في الإدخال مرة أخرى، ولكن كرة في الشباك، وعودة الكرة إلى ملعب برغان، خروج أيضا مرهون، ودخول أحمد السعد، المرهون بعيد عن المستوى المعهود لهذا اللاعب، هو لاعب أيضا مميز. العتيبي على الإرسال، عبد الرحمن، إرسال العتيبي، إدخال الكرة الاستقبال من السعد، الإعداد أرتم، ولكن سفر موجود، والتحضير لعبد الله جاسم، ولكن إلى خارج الملعب، كان الإعداد والتحضير عن طريق عامر السليم، ولكن عبد الله جاسم كان يبحث عن اللمس، وكرة إلى خارج الملعب،
مبارك عبد الهادي على ارسال، ارسال مبارك ادخال الكره، سفر بالاستقبال على عداد والضرب من سبيده حلوه، نقطه لصالح الكويت عن طريق سبيده الاكثر تسجيلا في هذا الشوط. 20 الكويت 14 برقان. عامر السليم، ارسال عامر ادخال الكره، استقبال من ارتم، الاعداد من الهولي، الضرب قوي من السعد ولكن اللمس موجود وقرار الحكم احمد العنيزان بوجود لمس، ونقطه لصالح برقان. السعد على الارسال، احمد السعد ادخال الكره، استقبال العتيبي، الاعداد من العجمي والضرب في حواط الصد ولكن الى الخالد عن طريق ارتم وعن طريق البسام، حواط صد ثنائيه ولكن الى خارج الملعب. فيصل العجمي القائد الخبير زعيم المعدين، ارسال استقبال، الاعداد الملا الدخول خلف حواط الصد، ونقطه ايضا عن طريق البسام عن طريق فاري، نقطة خلف حواط الصد أيضا بدخول وإعداد جميل. خروج البسام على مستوى الإرسال ودخول إحسان البحر، ودخول البحر ستاعش برقان، 21 الكويت في شوط أول. البحر على إرسال إدخال الكرة ولكن يا البحر في الشباك، في الشباك، ونقطة لصالح الكويت 22 مقابل 16. عبد الله جاسم ولكن تدخل ايضا مدرب جوليان مدرب نادي برقان في وقت مستقطع ثاني بمحاولة اعادة برقان الى اجواء الشوط او العودة الى هذا الشوط. بعد توقف دام مغاربة 40 يوم كان برقان خلال القسم الأول أدى أداء جميل جدا، كان مميزا خلال بداية الموسم ولكن التوقف والإصابات لهذا الفريق بدأ التراجع بالأداء والمستوى. إرسال نادي الكويت ولكن عبد الله جاسم في الشباك، نقطة لصالح، لصالح برقان 17 برقان 22 الكويت. الملا على ارسال عبد الله، المعد لدى برقان، ارسال ادخال الكره، السفر في الاستقبال، الاعداد العجمي، العتيبي خلف حواط الصد، الملا في الاستقبال، الاعداد عن طريق الهولي وحلوه عن طريق حسين، حسين عبد الهادي في مركز اثنين وينهي هذه النقطه لصالح برقان. 18 برقان 22 الكويت. الملا على ارسال، ارسال ادخال الكره، السفر بالاستقبال، سبيده في الضرب ولكن تعود عن طريق السعد، حسين بالاعداد، ارتيب ولكن حواط صد ثلاثيه، حواط صد لدى العميد ثلاثيه وكرة نازلة عن طريق محمد عبد العزيز، برافو، قوة لدى حواط الصد لدى نادي الكويت. محمد عبد العزيز على الإرسال، استقبال عن طريق السعد، الإعداد الملا، الضرب من أرتم ولكن حواط الصد عن طريق الثنائي سبيدة وعامر السليم وكرة في ملعب برقان. 24 الكويت
18 برقان نقطة الشوط الأول. محمد على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال من الهولي، العديد الجميل أيضا من الملة، الضرب في حواط الصد، عادت مرة أخرى الملة في التحضير، الدخول السريع ولكن العتيبي والضرب قوي، ونقطة الشوط الأول لصالح نادي الكويت. برافو، شوط أول وتقدم نادي الكويت 25-18. سنكون معكم في شوط ثاني، هل سيعود برقان؟ هل سيؤدي أيضا برقان مستوى المعهود عليه كما كان بالقسم الأول؟ استراحة وسنعود بعد ذلك. إلى مجريات الشوط الثاني، وتقدم شوط أول لصالح الكويت ب 25 نقطة مقابل 18 لبرقان. شوط ثاني وانطلاقة الصافرة والإرسال لدى الكويت. أبو فتين على الإرسال، إدخال الكرة الساعه في الاستقبال، العديد خلف حواط الصد، عاد مرة أخرى ولكن عن طريق أرتن، نقطة لصالح برقان، نقطة أولى. هل سيعود؟ هل تكون الصحوة لبرقان في شوط ثاني؟ دائما نادي برقان يؤدي أمانة مباريات جميلة.
ولديه الكثير والكثير. ارسال عن طريق البسام، استقبال الاعداد من ابو فتين، دخول سبيده خلف حواطف صدوه نقطه بالذكاء عن طريق الكوبي سبيده. نقطه اولى لصالح برقان، لصالح الكويت، واحد الكويت واحد برقان. ارسال عبد الله جاسم ادخال الكره، الاستقبال من الساعد الاعداد والضرب جميل ايضا عن طريق عبد الهادي. مره اخرى سبيده في ادخال الكره، الاعداد من الملا، التحضير من الهولي، الضرب من ارتيم ارتيم ارتيم، نقطه عن طريق الروسي. اثنين برقان وتقدم برقان اثنين، الكويت واحد. الملا على الارسال، ارسال الملا، ادخال الكرة، مخادعة في الشباك الاعداد والضرب قوي مرة اخرى عن طريق العتيبي. نقطة لصالح الكويت والتعادل الثاني في الشوط الثاني، اثنين اثنين. الكويت وبرقان في استئناف مسابقة الدوري العام لدى الاتحاد. محمد على الارسال، السعد الى الخلف، الاعداد عن طريق الهولي، ولكن صافرة الحكم الدولي احمد العنيزان، والدبل موجود في الاعداد عن طريق الهولي. محمد عبد العزيز على الارسال، ادخل الكرة ومخادعة في الشباك، اللمس والخداع كان موجود على اللمس في الحافة العليا للشباك، ونزول الكرة والايس كان موجود لصالح محمد عبد العزيز، لصالح الكويت. أربعة الكويت اثنين برقان. عبد العزيز ادخل الكرة، الاستقبال من هولي، الاعداد من الملا، ضرب من حسين عبد الهادي، واللمس في حواطي الصد عن طريق العتيبي، ونقطة لصالح برقان. أرتيم على الإرسال، المميز خلال الدوري، إرسال أرتيم، إدخال الكرة، عبد الله في الاستقبال، الأعداد عن طريق سبيدة، العتيبي والضرب قوي، عودة من السعد في الإدخال، عادت عن طريق الملا، والاستقبال في صفر صفر، والاعداد والضرب قوي، ولكن حواط الصد موجودة لدى برقان عن طريق العنزي، عن طريق فهد. فهد برافو يا فهد العنزي، حواط صد لدى برقان ايضا جميلة، ودخول كان متواجد عن طريق عامر السليم، وكرة نازلة في ملعب الكويت. تعادل الثالث في شوط ثاني. ارتيم على الارسال، مخادعه، استقبال من العتيبي، الاعداد من ابو فتين في حواط الصد، عادت من السعد، الاعداد عن طريق الهوني، ارتيم ارتيم من مركز سته ينهيها. برافو برافو برقان، شوط ثاني لا زال مثالي لنادي برقان. هل يستمر أم تكون صحوة لدى نادي الكويت والعودة من جديد في هذا اللقاء؟ أرتيم ولكن في الشباك، ونقطة التعادل لدى الكويت، خمسة خمسة. سبيدة الكوبي المميز لدى العميد في شوط أول، ولكن في الشباك يا سبيدة. على عنزي فهد على الارسال، ادخال الكرة، استقبال عبد الله جاسم، الاعداد بفتين، العتيبي، الضرب موجود، ولكن عودة بالادخال عن طريق ارتيم. عادت الكرة مرة اخرى، صفر في الاستقبال، الاعداد في مركز ستة، الخبير عبد الله جاسم ينهي هذه النقطة لصالح العميد.
برافو بورقان برافو. الكويت ايضا برافو في شوط ثاني بنتيجه 6-6. عبد الرحمن العتيبي على الارسال، ادخال الكره عبد الرحمن، استقبال السعد، الاعداد والدخول السريع عن طريق البسام، عادت مره اخرى عبد الله جاسم في حواط الصد مره اخرى، الاعداد من الملا، ارتيم في 6، ارتيم الروسي، نقطة عن طريق حواط الصد ونقطة لصالح برقان، تقدم برقان 7 والكويت 6. شوط ثاني لا زال مشتعلا عن طريق برقان، عاد برقان في شوط ثاني. عبد الهادي في ادخال الكرة لاستقبال ابو فتين في الاعداد والتحضير، سبيدة في مركز 2 الى الخارج ونقطة لصالح برقان، برقان 8 الكويت 6. وقت مستقطع فني اول في شوط ثاني، استراحة مع لقطات جميلة عن طريق المخرج المبدع الفيلي. اليك اللقاء والارسال لدى برقان، وتقدم برقان 8 الكويت 6. عبد الهادي حسين على الارسال، ادخال الكره، الاستقبال من عامر، الاعداد من البفتين، عبد الله جاسم عادت مره اخرى ولكن صافره عن طريق العسك، بتجاوز عبد الله جاسم الشباك ونقطه تقدم ايضا برقان ب9 الكويت 6. عبد الهادي على الارسال، ادخال الكره، الاستقبال من صفر، الاعداد من بوفتين، عبد الله جاسم، الضرب قوي في حواط الصد، عادت من الهولي، الملا في التحضير، السعد ولكن في العصا الهوائيه، ونقطه لا زال الحديث عن طريق حكم اللقاء الدكتور احمد العنزان الدولي، وطلب ايضا الحكم الثاني وحكم اللايمن باخذ القرار. هنا الحوار والتاكد ايضا باللمس، عاد بالقرار والتأكد أيضا عن طريق اللايمن. إن كان المخرج موجود في هذه اللقطة والإعادة، إرسال عن طريق عبد الهادي، الاستقبال، التحضير بفتين، الضرب قوي من عبد الله ولكن عودة ارتيم بادخال الكرة ولكن صافرة الحكم احمد العنزان، وهنا ايضا الخطأ بملامسة خط المقدمة عن طريق ارتيم وهو لاعب خلفي. هل يكون كان هناك لمس؟ استقبال، الاعداد، التحضير من الهولي، السعد في حواط الصد ولكن الى خارج الملعب، ونقطه لصالح برقان.
ارسال عن طريق السعد. ادخل الكره استقبال. التحضير من مبتين عبد الله جاسم، والظرف في حواط الصد عادت مره اخرى. ابرام البسام بيدخل هذه الكره. اسبيدا والظرف الى الخارج، الى الخارج عن طريق الكوبي سبيدا، وتقدم برجان 12 الكويت 7. تدخل دايما مدرب نادي الكويت بوقت مستقطع اول لايقاف تقدم ايضا نادي برقان الذي يؤدي امانة شوط ثاني ولا اروع. ومجريات الشوط الثاني بتقدم برقان 12 الكويت 7. ارسال ادخال الكره الاستقبال. الاعداد بفتين. الضرب من سبيدا من الخلف. سبيدا 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 والضرب في مركز اثنين والقوه، ولكن الهولي واللمس كان موجودا الى خارج الملعب. نقطة لصالح الكويت 8 برقان 12. يعود قادر على العودة. ارسال استقبال الهولي. عودة مرة اخرى حلوة عن طريق المعد الذكي امانة، عن طريق الملا عبد الله الملا بالذكاء، بالذكاء بادخال هذه الكرة. برافو برقان، برافو. 13 برقان الكويت 8. البسام على الارسال ادخال الكره الاستقبال من العتيبي. ابو فتيم بالاعداد. سبيدا بادخال الكره. السعد موجود. الملا في الاعداد. ارتم في مركز اربعه، ولكن الاستقبال من ابو فتيم. الاعداد من صفر. سبيدا 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 ونقطه نقطه، ولكن كان الاستقبال غير موفق عن طريق ارتم. نقطة لصالح الكويت 9 برقان 13. عبد الله جاسم على الارسال. ارسال عبد الله. ادخال الكرة مخادعة في الشباك. الاعداد من الملا. حسين حسين عبد الهادي في مركز اثنين. امتياز لهذا اللاعب. برافو برافو عبد الهادي. ارتقاء جميل واختيار زاوية مناسبة ايضا، ونزول الكرة في ملعب نادي الكويت. تقدم برقان 14 الكويت 9. الملا على الارسال. عبد الله هو من عاد امانة، عاد بريق برغان في شوط ثاني. الملا على الارسال. ادخال الكرة، ولكن يا الملا يا الملا الى الخارج. نقطة الكويت 4 الكويت 10 برقان 14. محمد عبد العزيز على الارسال. ادخال الكره. الاستقبال الهولي. الاعداد الملا. عبد الهادي في حواط السد، وكره نازله في ملعب برقان. برافو للطاقم التحكيمي في هذا اللقاء، لا زال امتياز. محمد على الارسال. ادخال الكره. الاستقبال من الهولي. الاعداد من الملا. ارتيم قويه. عوده من ابو فتين. الاعداد من محمد. الدخول عن طريق سبيدا. استقبال الهولي. الدخول مره اخرى. ارتيم ارتيم في حواط الصد، واللمس موجود عن طريق سبيدا. نقطه وتقدم برقان 15 الكويت 11. وأيضا حديث جانبي
عن طريق الدولي أحمد العنيزان والمحترف الروسي أرتيم. أرتيم على الإرسال، إرسال إدخال الكرة، الاستقبال من الصباغة، العداد من عامر السليم، والضرب قوي عن طريق سبيدة، هو لازال المميز أمانة. الكوبي سبيدة المميز في الشوط أول ولازال مميزا في الشوط الثاني، الأكثر تسجيلا في هذا اللقاء. سبيدة على إرسال الكوبي، إرسال استقبال الهولي، الأعداد من الملة، التحضير من أرتيم، ولكن موجود عامر السليم على مستوى حواط الصد. عامر يا عامر، برافو يا عامر، برافو. ونقطة وأيضا تدخل جوليان مدرب الأرجنتيني لدى برغان. على فكرة المدربين لدى برغان ولدى الكويت مدربين من المدرسة الأرجنتينية، والمدرسة الأرجنتينية أمانة أنيقة في الأداء، دائما المدرسة الأرجنتينية تعتمد على قوة حواط الصد وعلى التركيبات على الشباك. عودة للقاء وتقدم برغان 15 الكويت 13. سبيدة على الإرسال، إدخال الكرة ولكن في الشباك، في الشباك، وكان الأرجنتيني جوليان موفقا بطلب تايم أوت لإيقاف تقدم الكويت. 16 برغان 13 الكويت، والآن في وقت مستقطع فني ثاني في شوط ثاني، سنكون مع لقطات جميلة من المخرج المبدع أيضا الفيلي. عودة للقاء وإلى مجريات الشوط الثاني، ولا زال التقدم لبرغان 16 الكويت 13. إرسال فهد العنزي على الإرسال، لاعب السنتر، لاعب مركز ثلاثة. إرسال العنزي، إدخال الكرة، الاستقبال من الصباغة، الأعداد من بوفتين، الضرب من سبيدة في عواط الصد، واللمس كان موجود على ظهري، على ظهري البسام، وإلى خارج الملعب. نقطة لصالح الكويت. حمد على الإرسال، حمد عماد الشاب أمانة المميز في نادي الكويت خلال الموسم الماضي. حمد على الإرسال، إدخال الكرة، استقبال من الهولي، الأعداد والتحضير، الضربة لكن في العصا الهوائية، وهنا حكم اللايمن وإشارة إلى خطأ عن طريق السعد. نقطة الكويت 15 برغان 16. إرسال وهنا ملامس أيضا لخط القاعدة عن طريق حمد عماد، وإشارة الحكم بوجود خطأ، اللمس ممنوع على خط القاعدة أثناء تأدية الإرسال. ونقطة لبرغان 17 برغان 15 الكويت. حسين عبد الهادي، إرسال، إرسال يا حسين ولكن في الشباك،
النقاط مهمة مهمة يا عبد الهادي حسين. للمحافظة على التقدم أيضا عامر السليم الخبير لدى نادي الكويت. إرسال إدخال الكرة لاستقبال الإعداد من الملة، ولكن في حواط الصد، حواط صد عن طريق أبو فتين، عن طريق المعد، عن طريق المميز، عن طريق المعد المبدع خلال مواسم الستة الأخيرة. أمانة كان هو الأفضل. إرسال الإعداد من الملة، الضرب من السعد، السعد السعد، ولكن عاد الكويت عن طريق حواط الصد، عن طريق أيضا محمد عبد العزيز، وعن طريق عبد الله بوفتين. تدخل أيضا جوليان مدرب الأرجنتيني لدى بورغان لوقوف أيضا تقدم نادي الكويت. بورغان شكل مغاير أمانة في شوط ثاني، كانت الأفضلية لصالح بورغان، ولكن عاد الكويت عن طريق حواط الصيد، عن طريق التركيز أيضا، التركيز في الإرسالات وعدم ضياع أيضا النقاط عن طريق الإرسالات. عامر السليم على الإرسال، الخبير عامر، إدخال الكرة لاستقبال من أرتم، التحذير من الملة، الضرب، ولكن الخطأ موجود، ملامس أيضا لخط القاعدة عن طريق حسين عبد الهادي. عامر السليم على الإرسال، إدخال الكرة استقبال من أرتم، التحذير والإعداد للدخول السريع في حواط الصد، لا زال الكويت أيضا التركيز حاضر، التركيز والعودة، والعودة للكويت عن طريق حواط الصد، عن طريق أيضا عبد الله جاسم في هذه الكرة. عامر السليم على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال من أرتم، ولكن إلى خارج الملعب، الاس اس لعامر السليم في هذه الكرة، واعطاء الافضلية ايضا والتقدم لصالح الكويت. 21-17 في شوط ثاني، ولا زال عامر السليم على الارسال، استقبال الملة بالتحذير، الاعداد، أرتيم في مركز ستة، اسبيدا يعود بادخال هذه الكرة عن طريق عبد الله جاسم، الهولي في التحذير في الاستقبال الملة، وحاولة من حواط الصد، عادت التحذير من البوفتين، سبيدة بإدخال الكرة، ولكن صافرة العسك في هذه اللقطة، واللمس للشباك عن طريق ظهري، عن طريق ظهري البسام. هنا اللقطة، هنا الضرب في الشباك، وعادت مرة أخرى من عبد الله جاسم الإعداد. السليم على الإرسال، إدخال الكرة لاستقبال غير موفق، الإعداد، الضرب المركز أربعة، عادت من حواط الصد، والأفضلية عن طريق حواط الصد مرة أخرى، ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج، إلى الخارج، ونقطة لصالح الكويت. 23 الكويت، 17 بورغان. خروج السعد ودخول علي مرهون، وأيضا خروج أبو فتين ودخول فيصل العجمي. عامر على الإرسال، إدخال الكرة الاستقبال، ولكن إلى خارج الملعب من عامر. نقطة لصالح بورغان 18 الكويت 23. علي المرهون على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال غير موافق من عبد الله، الإعداد من صفر، عبد الله في إدخال الكرة من مركز أربعة، عادت والتحذير والضرب قوي أيضا من أرتم، صفر في الإعداد، عبد الله جاسم في إدخال الكرة، أرتم موجود في الإعداد، حسين بالإعداد، الضرب من أرتم،
أرتم أرتم ونقطة لصالح برقان. برافو. النقص لدى برقان له تأثير كبير بأداء برقان خلال هذا اللقاء. استقبال الأعداد ملا، الضرب قوي، عادت من حوات الصد، أرتم في التحضير، أرتم قوية في مركز أربعة، ونقطة نقطة عن طريق المميز في برقان الروسي أرتم، هو الأفضل في برقان أمانة. لاعب مميز شاب يمتاز أيضا أرتم بطول قامة مترين وثلاثة، تبارك الرحمن شاب، طاقة كبيرة لهذا اللاعب. وهنا حديث أيضا، حديث أيضا لدى دايما مدرب الأرجنتيني لدى الكويت. بمحاولة إيقاف تقدم برقان والعودة إلى اللقاء. عشرين برقان، 23 الكويت، والإرسال لازال لدى علي مرهون. علي على الإرسال. إرسال علي، إدخال الكرة للاستقبال. الاعداد من العجمي، ادخال الكره عن طريق سبيده، التحضير من البسام، عبد الهادي في ادخال الكره، اللمس موجود، سبيده في التحضير، عبد الله جاسم في مركز اربعه، عادت من حوادث الصد عن طريق الملا، عادت مره اخرى ولكن بالذكاء بالذكاء عن طريق عبد الله جاسم، ونقطه خلف حوادث الصد، ونقطه لصالح الكويت. 24 الكويت، 20 برقان. نعم معك معك. إرسال العجمي، إدخال الكرة، الاستقبال، التحضير، ولكن حواط الصد والامتياز في حواط الصد في شوط ثاني لدى الكويت، هو من عاد عن طريق حواط الصد. شوط ثاني لصالح الكويت، 25-20. برافو لنادي الكويت في هذه العودة، وأيضا برافو لبرقان في شوط ثاني. استراحة قصيرة ونعود في شوط ثالث. هل سيعود برقان؟ أم تكون الكلمة والختام لدى الكويت؟ استراحة وسنعود.
ومجريات الشوط الثالث. وتقدم شوط أول لصالح الكويت 25-18، شوط ثاني أيضا لصالح الكويت 25-20، شوط ثالث هل تكون عودة لبرغان أم تكون كلمة وتسيد العميد في هذا اللقاء؟ تسيد الكويت بكل هدوء والاستمرار أيضا بالصدارة والابتعاد أيضا بفارق. إرسال لدى نادي برغان عن طريق السعد، أحمد السعد على الإرسال، ولا زال التحكيم أيضا على طاولة التحكيم، حوار بين مراقب اللقاء والحكم الثاني وهو الحكم الدولي أيضا مراقب هذا اللقاء علي الأستاذ، خبرة ميدانية في التحكيم. السعد على الإرسال، إدخال الكرة ولكن في الشباك، في الشباك، ونقطة أولى لصالح الكويت. عبد الله بوفتين على الإرسال، المعد لدى الكويت، المعد لدى المنتخب الكويت، اللاعب السابق لنادي كارما أيضا. إرسال، إدخال الكرة لاستقبال التحذير والإعداد، عبد الهادي، أبو فتين بإعادة الكرة، سفر بالإعداد، سبيدة بإدخال الكرة ولكن حواط الصد عن طريق البسام، عادت الكرة عن طريق حواط الصد الثنائية. نقطة أيضا لصالح برغان في الشوط الثالث، هل تكون عودة؟ قادر أيضا برغان على العودة وتقديم أداء جميل أيضا، الإعداد ولكن عودة، عودة عن طريق حواط الصد عن طريق أرتم بإعادة الكرة في ملعب الكويت. تقدم برغان 2-1. البسام على الإرسال، ظاري، إدخال الكرة لاستقبال من حمد الأعداد، خلف حواط الصد، عادت مرة أخرى بالتحضير ولكن إلى الخارج، حسين عبد الهادي بإدخال الكرة، التحضير عبد الله جاسم في حواط الصد، سبيدة في الاستقبال، الأعداد من بوفتين، سبيدة إدخال الكرة ولكن عادت من البسام مرة أخرى، أرتم 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 ولكن في حواط الصد وإلى الخارج. نقطة لصالح برغان، برغان 3 الكويت 1. كان التركيز غائبا عن طريق محمد عبد العزيز في هذه الكرة. البسام ضاري في إدخال الكرة الاستقبال من صفر، الإعداد من بوفتين، سبيدة في الضرب، قوية قوية عن طريق سبيدة، برافو. نقطة لصالح الكويت، ها هو الكوبي سبيدة، أربع مواسم إنجازات لهذا اللاعب مع العميد مع نادي الكويت على مستوى دوري، على مستوى السوبر، على مستوى كأس الاتحاد، امتياز لهذا اللاعب. وأيضا بالأمس تمت إجراء القرعة للبطولة العربية التي سيمثل الكويت بالخارج نادي كاظم الكويتي وأيضا نادي الكويت الكويتي في تونس، وهي قرعة متوازنة. إرسال واستقبال جيد أيضا والإعداد عن طريق الملة، وحسين عبد الهادي ينهيها في ملعب الكويت. حسين عبد الهادي أيضا المميز في هذا اللقاء. الملة على الإرسال، إرسال الملا، إدخال الكرة الاستقبال من صفر، الإعداد من بوفتين، عبد الله في مركز ستة، عبد الله، عبد الله هنا البوم بوم لعبد الله، برافو لهذا الخبير. محمد على الإرسال،
ارسال محمد، ولكن يا محمد في الشباك، في الشباك، ونقطة لصالح برجان. ارسال، ادخال الكرة، الاستقبال، الدخول ايضا من عامر السليم، وبرافو لعامر، برافو لعامر. سبيدة على الارسال، 4 الكويت 5 برقان. ارسال سبيدة قوية، استقبال، الاعداد من الملة، التحضير، الساعد قوية، ولكن عادت مرة أخرى، الهولي في الاستقبال، الملة في التحضير، ولكن إلى الخارج عن طريق الساعد. إرسال سبيدة الكوبي على الإرسال، سبيدة 5-5 في شوط ثالث. إرسال سبيدة قوية، استقبال عن طريق المرهون الأعداد عبد الهادي، ولكن عادت مرة أخرى عن طريق أرتم، التحضير، الدخول، عامر السليم، التحضير كان ولا أروع عن طريق عبد الله بوفتين، والدخول أيضا عن طريق الخبير عامر السليم، ينهي هذه النقطة في ملعب برغان، وتقدم لصالح الكويت، تقدم أول في الشوط الثالث. سبيدة الكوبي على الإرسال، قوية، استقبال، ولكن إلى الخارج، إس إس عن طريق الكوبي سبيدة، برافو، برافو لمخرج هذا اللقاء، برافو لمخرجنا عبد الله المطيري، لقطات جميلة، والشكر موصول أيضا إلى مصورين المتواجدين أمانة. إرسال، استقبال، التحضير، والضرب قوي عن طريق أرتيم، ولكن إلى الخارج، كان التحضير ولا أروع عن طريق الملة، ولكن الضرب قوي إلى خارج الملعب. وقت مستقطع فني أول في شوط ثالث، وتقدم الكويت 8 برقان 5. إليك يا المطيري. وإلى مجريات الشوط الثالث، وتقدم الكويت 8 برقان 5. إرسال لدى سبيدة الكوبي، سبيدة إرسال، إدخال الكرة، الاستقبال من الهولي، التحضير من الملة، الضرب قوي من المرهون، ولكن عادت من حواط الصد مرة أخرى، عبد الهادي في إدخال الكرة، عادت عن طريق صفر، استقبال الهولي، الملة في التحضير، ولكن دخول غير موافق ايضا من ارتم، ادخال كرة من عماد امان، من عماد، حمد عماد، ولكن حواط الصيد لدى برقان، امتياز عن طريق زار البسام، وعن طريق حسين عبد الهادي، برافو. 6-8، 6 برقان 8 الكويت. العنزي على ارسال فهد، ادخال الكرة، الاستقبال من حمد، الاعداد من بوفتين، حمد في مركز 4، ونقطة لصالح برقان، لا لصالح الكويت، لصالح الكويت عن طريق حمد عماد. حمد على الارسال،
ارسال حمد استقبال ارتم التحضير من الملا الدخول ولكن عن طريق البسام الى الخارج. امان على الارسال حمد عماد ارسال استقبال من الهولي التحضير من الملا الضرب من المرهون ولكن اللمس موجود. برافو برافو لعبد الله بوفتين واللمس كان موجود على عبد الله بوفتين. برافو برافو للاخراج الشكر موصول الى مخرج هذا اللقاء عبد الله المطيري. ادخال الكره استقبال مره اخرى عادت في الاستقبال عن طريق صفر عبد الله جاسم ادخال الكره بالذكاء والهدوء بالذكاء والهدوء عن طريق الخبير عبد الله جاسم. مشاركة ايضا عزيز نجم الغائب عن شوط اول وعن شوط ثاني يعود عزيز نجم بالمشاركة. استقبال من ارتيم التحذير من الملا المرهون عزوز نجم عزيز الكويتي اول مشاركة في شوط ثالث لاعب المنتخب الوطني وهو علامة فارغة امانة لاعب على مستوى عالي. عامر السليم على الارسال ارسال عامر ولكن في الشباك. المرهون على الارسال ادخال الكرة الاستقبال من عبد الله جاسم الاعداد التحضير من بوفتين عبد الله الى الخارج الى الخارج الخبير. نقطة لصالح برقان المرهون على الارسال ادخال الكرة الاستقبال من عماد التحضير من بوفتين عبد الله في حواط الصد عادت من عبد الهادي التحضير من الملا ارتم في ادخال الكرة عادت مرة اخرى بوفتين سبيدة خلف حواط الصد عادت من الملا مرة اخرى التحضير من الهولي ارتم 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 الروسي الروسي ارتيم المميز في برقان امانة والمميز في دورينا. برافو برافو لمصورينا برافو للاخراج. مخادعة في الشباك عادت مرة اخرى والضرب قوي من سبيدة عاد بالتعويض سبيدة ونقطة لصالح الكويت 13 الكويت 10 برقان. ابو فتين على ارسال المعد لدى الكويت استقبال المرهون الاعداد الملا ارتم ولكن حواط صد ثلاثيه من عبد الله جاسم وايضا من سبيده ومن عزيز نجم قوه ضاربه مستوى صف امامي خطير امانه لدى الكويت. ارسال بوفتين استقبال الملا في التحضير ارتم ضرب قوي ولكن في حواط الصد الثنائيه والى الخارج عن طريق عزيز نجم. ضاري على الارسال ضاري البسام على الارسال ارسال ضاري ادخال الكرة صفر في الاستقبال التحضير بوفتين عبد الله جاسم في حواط الصد عادت مرة اخرى والتحضير من بوفتين ادخال الكرة من الصفر الاستقبال ولكن عادت عن طريق الشباك عن طريق الملا وسبيدة ولكن تعود هبا 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 عطنا اياها يا المطيري عطنا اياها يا مخرجنا في هذه اللقطة عادت بالقوة عن طريق ارتل
هنا الإعادة، وهنا الضرب القوي أيضا عن طريق الروسي. عودة للقاء سبيدة، والضرب أيضا وعودة سبيدة. من هنا الكوبي ومن هنا الروسي. برافو. عبد الله جاسم على الإرسال، ادخال الكرة عبد الله، استقبال مرهون، الاعداد، الدخول السريع. برافو برافو العنزي، فهد العنزي، دخول مميز ايضا، والاعداد كان على مستوى عالي عن طريق المعد الملا، عن طريق عبد الله الملا. ارسال الملا، ادخال الكره، الاستقبال، استقبال مخادع، وعادت والعنزي والعنزي والعنزي، كره مرتده، وكان حاضرا في هذه الكره فهد العنزي، والضرب قوي. هنا الاعاده، هنا الضرب القوي. برافو برافو للاخراج، برافو للمصورين باعادات والتوضيح ايضا اللقطات الجميله. ادخال الكره، الاستقبال من الصباغه، الاعداد، الدخول السريع عن طريق عزيز الكويت، عن طريق عزيز نجم 16 الكويت 14 برقان. استراحه في وقت مستقطع فني ثاني في شوط ثالث مع لقطات جميله عن طريق المخرج الجميل ايضا المطيري. اليكم. اللقاء ومجريات الشوط الثالث بتقدم الكويت 16-14 برقان. عزيز نجم على الارسال، ادخال الكرة، استقبال عن طريق ارتم، الاعداد من الملة، ارتم والضرب في مركز اثنين، عادت من الهولي، التحضير من المرهون، حسين بادخال الكرة، صباغة موجودة، الاعداد من بوفتين، السبيدة خلف حواط الصد، عادت ولكن مخادعة مخادعة، وكرة نازلة في ملعب برقان. نقطة لصالح الكويت 17 برقان 14. إرسال عزيز نجم على الإرسال، إدخال الكرة، استقبال المرهون، الإعداد من الملا، عبد الهادي قوية، ولكن عامر السليم، عامر الخبير موجود في هذه اللقطة، وحواط صد جميل ايضا من الكويت، وكره نازله في ملعب برقان. ١٨ الكويت ١٤ برقان. عزيز نجم، ادخل كره، الاستقبال المرهون، الاعداد من الملا، ارتم في حواط الصد عن طريق عامر، عاده من سبيده، التحضير والضرب ايضا من عماد، وكره ملامسة وإلى خارج الملعب، ونقطة لصالح العميد. وأيضا تدخل أيضا جوليان مدرب الأرجنتيني لدى برغان في وقت مستقطع أول في شوط ثالث.
عودة للقاء والإرسال لدى الكويت لدى عزيز نجم. إرسال عزيز قوية، استقبال الهولي الأعداد والتحذير من الملة أرتيم. هوبا 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 أرتيم فوق منه، فوق سبيدة. برافو برافو لأرتيم. هنا الارتقاء ولكن كرة قوية من الروسي. أرتيم ادخل الكرة ولكن الشباك، الشباك يا أرتيم. خروج، خروج عبد الله بوفتين ودخول أيضا الصانع الشاب القادم بقوة إلى الساحة، إلى ساحة كرة الطائرة المميز. سبيدة قوية، استقبال من الهولي، امتياز للهولي في هذا الاستقبال. التحذير والضرب قوي ولكن إلى خارج الملعب. برافو لحسين عبد الهادي وبرافو أيضا للقائد أيضا الخبير لدى بورغان عن طريق الملة عن طريق الهولي. أحمد الهولي أمانة كان مميزا وهو في مركز أربعة، ولكن الغيابات على مستوى الليبرو لدى بورغان وأيضا الغيابات الكثيرة لدى بورغان، الإصابات. أثرت كثيرا على أداء بورغان أمانة. بورغان لديه الأفضل ولديه أيضا مستوى أفضل من هذا المستوى. إرسال لعنزي، إدخال الكرة، الاستقبال، التحضير العجمي. عامر السليم عادت مرة أخرى بالإدخال، التحضير من الملة، الضرب من عبد الهادي ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج من عبد الهادي. كرة إلى الخارج. نقطة الكويت 21-17 بورغان. حمد عماد على الإرسال. حمد إرسال، حمد قوية، استقبال أرتيم، التحذير من الملة، أرتيم في مركز ستة. هوبا 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 أرتيم قوية، قوية من هذا الشاب الروسي، من هذا الشاب المميز لدى بورغان. برافو عبد الهادي على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال، التحذير من العجمي. الصانع قوية، أرتيم موجود في الاستقبال، التحذير من الملة، الضرب قوي ولكن إلى الخارج عن طريق المرهون. 22 الكويت 18 بورغان. خروج المرهون ودخول السعد، دخول أحمد السعد وخروج المرهون. عامر السليم القائد الخبير لدى الكويت على الإرسال. إرسال، استقبال ولكن الإس إس لدى عامر السليم. 23 الكويت 18 بورغان. بورغان يعني تأثر في الغيابات أمانة، تأثير، أنا متابع لهذا الفريق لديه الكثير. عامر السليم والإرسال، استقبال أرتيم، التحضير من الملة، عبد الهادي والضرب قوي ايضا عن طريق عبد الهادي، عن طريق حسين عبد الهادي في مركز اثنين ينهيها، واللمس موجود ايضا ونقطة لصالح بورغان. بورغان 19 الكويت 23. السعد على الارسال، ارسال، ادخال الكرة، الاستقبال والتحضير، الاعداد من العجمي الصانع ولكن ارتيم. حوات صد ثنائية عن طريق البسام وعن طريق أرتيم الروسي وكرة نازلة في ملعب الكويت. 20 بورغان 23 الكويت. أحمد السعد على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال من عماد، التحضير من العجمي، الدخول أيضا من عزيز نجم وكرة سريعة ونازلة واللمس موجود ونقطة لصالح الكويت.
24 ل20 لصالح الكويت. نقطة الشوط ونقطة المباراة. الصانع الإرسال نواف الصانع. نواف على الإرسال. إرسال قوي، استقبال من الهولي، التحضير من الملة، أرتم خلف حواط الصد، عادت ولكن كرة نازلة عن طريق حواط الصد، عن طريق الروسي أرتم. برافو. 21 برجان، 24 الكويت. والإرسال ضاري البسام على الإرسال. ضاري، إرسال ضاري، مخادع في الشباك، العجمي في التحضير والإعداد، الصباغة خلف حواط الصد، عادت مرة أخرى، التحضير من الملة، والضرب قوي عن طريق أرتم. 22 برجان، 24 الكويت. ها، مدرب الأرجنتيني دائما حس بالخطر. وتم إدخال عبد الله جاسم لفض هذا الجدال وعودة برجان وحسابات كثيرة. ضاري على الإرسال. إرسال ضاري، استقبال الأعداد من العجمي، عبد الله جاسم نهاها الخبير، نهاها القائد عبد الله جاسم بفوز الكويت 25-22 في الشوط الثالث. شوط أول لصالح الكويت 25-18، شوط ثاني 25-20 لصالح الكويت، شوط ثالث 25-22. الشكر موصول إلى مخرج هذا اللقاء عبد الله ناصر المطيري، وأيضا الشكر موصول والثناء لمصورين هذا اللقاء بلقطات جميلة وإبداع أمانة عن طريق قناة الرياضة لدى تلفزيون دولة الكويت. وأيضا الشكر إلى سيارة النقل، والشكر أيضا إلى متابعينا الكرام. سنلتقيكم بإذن الله في لقاءات قادمة. كان معكم في التعليق في هذا اللقاء المعلق عادل الحربي. إلى اللقاء.